مرحبا، اهلا وسهلا معكم بارك بيبي، يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة لتتوصلوا بالجديد. اذا في هذا الفيديو سوف نتطرق الى بعض الخاصيات الاخرى للاحماض الامينية او الخاصيات الكيميائية، اذا لي بروبريتي شيميك. اذا الاحماض الامينية عندهم مجموعة ديال لي بروبريتي، مجموعة ديال الخاصيات. إذا الخاصية الأولى هي لابروتوناسيون. شنو هي لابروتوناسيون؟ هي أنه يمكن الحمض الأميني يفقد لي بروتون اتش بلس. إذا كما كتشوفوا بحال التفاعل عندنا ان اتش 2 بطبيعة الحال الراديكال ديال الأسيد الأميني، هذا الأسيد الأميني زائد الماء يمكن ليه يعطينا الأسيد الأميني ان اتش 2، يعني الراديكال سي او او موان بلس اتش 3 او بلس. اذا سي او موان بلس اتش 3 بلس، اذا هذه كتسمى بروتوناسيون، يعني الاسيد اميني اعطى البروتونات للمليون. اذا كان عندنا لا فورماسيون دي سيل الاسيد اميني، هاد شنو هما لا فورماسيون ديال لي سيل ديال الاسيد اميني؟ هي اننا الاسيد اميني كندخلو ليه دي زيون بحال مثلا لي سيل. اذا غنشوفو المثال ديال لا فورماسيون دي سيل الاسيد اميني، اذا شنو هو سيل دو الاسيد اميني. اذا هاد الاسيد اميني ده كما كتعرفوا عندنا واحد لا فونكسيون او اش هنايا ديال الاسيد اميني، هاد لا فونكسيون غادي تدخل مع ان ا بلس، لانه غادي تشكل عندنا بطبيعه الحال. اذا كما كتشوفوا العلاقه، الاسيد اميني الا درناه في الملحه، الا درنا عفوا ماشي في الملحه، مع ان ا او اش، اذا ان ا او اش، اذا الا درنا مع ان ا او اش كيعطينا غادي، اذا ان ا او اش هو واحد المحلول اللي هو بازيك، اذا ملي كنديروها معاه كتعطينا اش دوزو زائد ان ا بلس ان او سي او موان. ذاك الايون ان ا بلس كيلصق مع سي او موان، اذا هذه كنحطو على سيل دو سي داميني. كاين الرياكسيون الاخرى اللي هي ليستيريفيكاسيون. اذا ليستيريفيكاسيون لا استير، اذا ليستيريفيكاسيون كيتزاد ليه واحد الكحول اللي هو سي اش 3 او اش. اذا ملي كنزيدو سي اش 3 او اش كيعطينا بطبيعه الحال واحد لاسي داميني، واحد ليستير اللي هو ان اتش 2 اغ سي اش سي او اش سي اش 3 بلس اتش 2 او. اذا كان بطبيعه الحال من بين لي بروبريتي شيميك كاين لا ريدكسيون، يعني بحال ليكزومبل ال اي بي اتش 4 ملي كنديرو مع الاسيد اميني كيوقع لنا يعني التفاعل كيعطينا سي اتش 2 او اتش. اذا هنا درنا واحد لا ريدكسيون ديال لا فونكسيون اسيد. اذا كاين ديكاربوكسيلاسيون انزيماتيك، ديكاربوكسيلاسيون انزيماتيك شنو هي ديكاربوكسيلاسيون؟ هي ملي كنحيدو الكربون. اذا كما كتشوفوا هنا في التفاعل عندنا الاسيد اميني زائد اتش 2 او، ده كيعطينا ان اتش 2 اغ سي اتش 2 زائد سي او 2، اذا زائد سي او 2. اذا كما كتعرفوا اتش 2 او، اذا هنا عطانا سي او 2. ده هذه ديكاربوكسيلاسيون، يعني ليبراسيون ديال الكربون. اذا كان لي بروبريتي، اذا هادو سو سون دي بروبريتي ديال الفا سي او اتش. اذا هادو اللي شفنا دابا سو سون دي بروبريتي ديال لا رياكسيون، يعني التفاعلات اللي كيدارو مع لا فونكسيون اسيد ديال لاسيد اميني، يعني اللي كيدارو مع سي او او اتش، يعني لا رياكسيون اللي كيدارو مع سي او او اتش. يعني هنا استهدفنا فقط سي او او اتش، يعني لا فونكسيون اسيد. الا بغينا نستهدفو لا فونكسيون امين، كاين عندنا ايضا البروتوناسيون، يعني نفس الشيء. هي البروتوناسيون هنا كتعطينا او اتش موان، يعني اذا كانت كتعطينا او اتش موان، اذا لاسيد اميني اذا درنا في الماء غيعطينا او اتش موان. كاين ان اسيلاسيون، ان اسيلاسيون اذا الى درنا لاسيد اميني مع سي ال سي او سي اتش 2 موان كيعطينا اتش سي ال. اذا ان اسيلاسيون يعني في لا فونكسيون ان درنا واحد لاسيل، يعني هو واحد لاسيتيل هو ان. اذا ان اسيلاسيون يعني لصقنا هاد لا فونكسيون سي او اتش، لصقناها في ان سي او او سي اتش 2 موان، اذا لصقات في لا فونكسيون امين. كاين ان اغيلاسيون، ان اغيلاسيون اذا كما كتشوفوا عندنا لاسيد اميني بطبيعه الحال لصقنا ليه لا فونكسيون، اذا اذا هذه كتسمى ان اغيلاسيون. كاين لي رياكسيون افيك لي زالديهيد، بحال اللي تنديرو لاسيد اميني مع دو اتش دو سي او اتش كيعطينا بطبيعة الحال كيعطينا الالديهيد، يعني رياكسيون افيك الالديهيد. كاين لا ديزاميناسيون، يعني الازالة ديال الامين، لا ديزاميناسيون هذا هو اللي كيهمنا حنا كوم زان بروسيسيس اللي هو بيولوجيك. لا ديزاميناسيون هي الازالة ديال الامين. هاد لا ديزاميناسيون يا اما كتكون شيميك يا اما كتكون
انزيماتيك. اذا الا كان شيميك، اذا كما كان بحال ليكزومبل هنايا، الا استعملنا H2NO2 كتشكل عندنا N2 لازوت N2 بلس H2O. ولا كانت انزيماتيك يعني بار لانترفونسيون دونزيم بطبيعة الحال بلس ان دومي او دو، يعني لونزيم كيعطينا عن طريق مجموعة ديال التفاعلات ان اش 3. اذا كان لي بروبريتي لي زوتر بروبريتي اللي هما لي بروبريتي سيميلتاني ديال سي او اش اي ان اش 2، يعني بجوجهم كنستعملو، يعني كنستهدفو سي او اش اي ان اش 2. باغ اكزومبل اميديفيكاسيون، اذا لاميديفيكاسيون اذا هي جوج ديال لي زاسيد اميني كيتلاقاو مع بعضياتهم وكتشكل واحد لا ليزون اللي كتسمى لا ليزون بيبتيديك. باغ اكزومبل هنا اذا اميديفيكاسيون، اذا لا فونكسيون ان اش 2 كتلاقى مع لا فونكسيون هنا، اذا الهيدروجين ديال ان اش 2 كيتلاقى مع او اش ديال سي او اش وكتشكل واحد لا فونكسيون، اذا كتشكل واحد لا فونكسيون كتسمى ليزون بيبتيديك. اذا هنا بطبيعة الحال افيك ليبيغاسيون ديال لا موليكول داش دوزو. اذا هنا ما بين جوج ديال لي زاسيد اميني كتشكل واحد لا ليزون اللي هي كتسمى ليزون بيبتيديك. اذا هنا اذا ما بين هنا اذا سي او او اش مشى فيه او اش، ان اش 2 مشات ليه اش، اذا واحد لا موليكول ديال الهيدروجين مع او اش ديال سي او ديال لا فونكسيون اسيد عطاونا اي موليكول داش دوزو وتشكلات واحد لا ليزون. هاد لا ليزون هادي كتسمى لا ليزون بيبتيديك. اذا هادي سيتي ليزون بيبتيديك. مزيان، اذا هذا ستين اميديفيكاسيون. كاين لا فورماسيون ديال لي شيلات، اذا ها لا فورماسيون ديال لي شيلات، اذا لا فورماسيون ديال لي شيلات اذا كنستعملو دي زيون ديال سي ا دو بلس، اذا ديال الكالسيوم. طبيعة الحال هاد لي زيون كتشكل واحد لو بوان لي هو كتسمى شيلات. هاد لو بوان على حسب لاتراكسيون موليكولير اللي كتكون ما بين لي زيون ديال سي او ديال الاسيد، لاتراكسيون ما بين لي زيون اسيد كتخلي انه يتجمعوا جوج بطبيعة الحال ديال لي فونكسيون، هنا كتشكل عندنا كيتسماو لي شيلات. اذا كان لي رياكسيون افيك لانيدريد، اذا ملي كتكون لا رياكسيون مع لانيدريد كتشكل عندنا، اذا كدار لا رياكسيون يا اما تتكون ديكاربوكسيلاسيون او لا كتكون يعني ديكاربوكسيلاسيون او ديزاميلاسيون. اذا كان النيدريت مع الاسيد اميني طبيعة الحال كيتشكل واحد واحد لوكور كيتسمى البوبخ دي ريمان. اذا هادو سو سون دي رياكسيون حنا اللي كيهمنا بزاف هو هاد لا رياكسيون بيبتيديك، واللي كتهمنا ايضا هي بطبيعة الحال لي بروبريتي ديال لي شيل لاتيرال ديال لي اسيد اميني. اذا كان باغ اكزومبل الهيدروكسيد الكوليك، اذا كان عندنا الكول مع الاسيد كيعطيونا ليستير، اذا هذا تفاعل اصلا راه باين. اذا كان لي فونكسيون اللي هما لي فونكسيون تيول، اذا هادو مهمين عقلوا عليهم لي فونكسيون تيول تري امبورطون، هادو هما اللي كيهمو لي فونكسيون تيول، لانهم غادي نشوفوهم من بعد في لي ستركتور يعني سكوندير ولا تيرسير ولا في لي ستركتور كواترنير وتيرسير ديال لي زاسيد اميني. في هاد لي ستركتور ديال لي بروتيين، في لي ستركتور كواترنير وتيرسير ديال لي بروتيين غادي نشوفو لانتيرفونسيون ديال هاد لي بومت دي سيلفير. شنو هما لي بومت دي سيلفير؟ كما شفنا كاين واحد لاسيد اميني شفناه ديجا في الاول سميتو لاسيستيين، قلت لكم عقلوا على لاسيستيين فيه لو سوفر. اذا كاين عنده واحد لا فونكسيون اللي هي اس اش، ديال هاد لا فونكسيون اس اش ديال لاسيستيين، هاد لاسيستيين غادي تستعمل باش انها تعطينا واحد لا بونت كتسمى لا بونت دي سيلفير، سي لانترفونسيون دو دو موليكول دو سوفر، يعني جوج ديال لي موليكول دو سوفر طبيعة الحال. هاد ار اكزامبل لاسيستيين، الوغ لاسيستيين ستين اسيد اميني اللي فيها الاسيد اميني عندها لا فونكسيون ار فيها الهيدروجين مع لو سوفر. دان ملي كيتلاقاو جوج ديال اس اش كيعطيونا لا بونت دي سيلفير. الوغ دوز ار اس اش، اذا هذا قلت لكم لاسيد اميني لاسيستيين، شوفوا لاسيد اميني لاسيستيين وغادي تفهموا هادي. اذا الكليفاج دي بونت دي سيلفير، اذا ملي هاد لي بونت دي سيلفير يمكن لهم انهم يتقطعوا، باش يتقطعوا هاد لي بونت اش كنستعملوا؟ اذا هادو مهمين في لي رياكسيون انزيماتيك في التمارين، كنعطيو الكليفاج ديال لي بونت دي سيلفير. اذا نتوما خصكم تحفظوا هادي، مهمه غادي نشوفوها في التيديات. اذا من الاول كما كتشفتوا ما كنتش ما ركزتش على بعض التفاعلات لانها غير مهمه، ها هو اللي مهم. اذا اللي مهم بزاف
هو الكليفاج دي بونت دي سيلفير. شنو هو الكليفاج؟ في هذا الكليفاج كنستعملو جوج ديال ليزاسيد، اذا كنستعملو جوج ديال الحوايج، يا اما كنديرو اوكسيداسيون باغ اسيد بيرفورميك. اسيد بيرفورميك كيهرس لا ليزون ديال لي بونت دي سيلفير. اذا لا بونت دي سيلفير هي ملي كتكون عندي في لاسيستيين، في التمارين ملي تيكون لاسيستيين، اذا جوج ديال لي بونت دي سيلفير كيتدخل لاسيد بيرفورميك وكيهرس لا بونت هنا. تاع لاسيد بيرفورميك كيدخل هنا وكيهرس هادو، اذا هذا كيعطيني سيستيين الاول سيستيين الثاني، وكل سيستيين فيه لو سوفخ ديالو. يعني هذا رقم واحد، باردون، اذا لا سيستيين. دوزيامو كاين، اذا كاين لاسيد بيرفورميك وكاين لو بيتا ميركا بيتانول. بيتا ميركا بيتانول، اذا البيتا ميركا بيتانول كنستعملوه حتى هو باش نهرسو لي ليزون دي سيرفير. الوغ بوغ كاسي لي ليزون دي سيرفير اون يوتيليز لاسيد بيرفورميك اي لو بيتا ميركا بيتانول. هادو كتبوهم، كتبوهم في شي ورقة وحطوهم فين كتنعسو باش تعقلو عليهم مرة مرة، بقا تراجعو هاد الجوج هادو، لاسيد بيرفورميك لو بيتا ميركا بيتانول. لو غول ديالهم هو الكاس لي بونت دي سيلفير. من بعد راه غادي نشوفوهم في التمارين، ملي كيكون عندي واحد البروتين ولا واحد البيبتيد كنبغيو كنستعملو لاسيد بيرفورميك ولا كنستعملو بيتا ميركا كابيتانول، سيتادير اون كاس لي بونت دي سيلفير دو لاسيد اميني. الوغ إليا لوتر رياكسيون سي لالكيلاسيون دي فونكسيون تيول باغ ليودو اسيتات. اذا لا فونكسيون تيول ديال لاسيد اميني، اذا كاين ار اس اش، اذا هذه الالكيلاسيون. الكيلاسيون يعني كتولي طبيعه الحال الكيل. اذا لي بروبريتي دي زوتر فونكسيون، طبيعه الحال كاين لي زوتر فونكسيون بحال لي فونكسيون غوانوديل دو لارجينين. اذا عقلوا عليها، لارجينين كنرمزوا ليها بجي، لا فونكسيون غوانوديل ديال لارجينين. كاين لا فونكسيون فينيل ديال السيداميني اروماتيك، ان فيهم الفينيل. كاين لي لا فونكسيون ايميدازول ديال الاستيدين. sont révélés par des réactions colorées spécifiques successivement par la coloration de Sakaguchi, de Folin et de Poli. Dans les propriétés des acides aminés, هادو غادي تسولو اشنو كنحتاجوهم. بطبيعة الحال ملي غادي نخدمو التمارين تيديات غادي تفهمو هاد الهضرة هادي. إذا اللي خصكم تعرفو هو أن الأرجينين قلنا بانه اسيد اميني دي بازيك، اذا لا فونكسيون ديال الاسيد اميني ديال الارجينين كتسمى الغوانوديل، فونكسيون غوانوديل، اذا كنرمزو ليها بجي جي. كاين الفينيل قلنا بانه عنده واحد لا فونكسيون كنرمزو ليها بي، يعني لا فونكسيون ايميدازول ديال الاسيد اميني اروماتيك، فونكسيون ايميدازول بحال مثلا تريبتوفان اتسيتيرا، حتى هو عنده فيه اي لا فونكسيون ايميدازول. كاين ليستيدين، اذا ليستيدين اذا في اي، اذا سي تان اسيد اميني اروماتيك ايميدازول ذا ليستيدين. اذا كاين، اذا هادو يمكن لينا نبينو لا فونكسيون فينيل ديال لي اسيد اميني اروماتيك. كاين لا فونكسيون ايميدازول ديال ليستيدين، اذا كاين عندها تقنيات ديال اننا نبينوهم نلاحظوهم الكولوراسيون ديال ساكاغوشي ولا الفولين ولا البولي. إذا لا تكنيك دو سيباراسيون ديال لي أسيد أميني غنشوفو الكروماتوغرافي في الفيديو الجاي.